الكورسير HS50 سماعة بتنافس على فئة $50-$60 اللي فيها سماعات تانية من هايبر اكس بتنافس بقوة زي الهايبر اكس ستينجر اللي عملنا ريفيو قبل كده والهايبر اكس كلاود كور القديمة اللي لكن ما زالت متوفرة على امازون وفي بعض المحلات هنا في مصر. لكن الكورسير HS50 نازلة تنافس جامد فعلا بمنافسة حلوة جدا لكن ما زال فيها بعض العيوب الرخمة جدا اللي انت ممكن تتغاضى عنها لكن شخصيا هي ضايقتني جدا اثناء الاستخدام. نبدا الاول بالدرايفرز. درايفرز السماعه دي كبيره، السماعه ستيريو مش سراوند طبعا، لكن اثناء استخدامي ليها في لعبه زي CS:GO على موديل HRTF اللي بيساعد انك تسمع سراوند اكتر على السماعات ستيريو، السماعه كانت بتساعدني جدا ان اعرف اماكن الرجلين بسبب ان الدرايفرز بتاعت السماعه حجمها كبير. دي نقطه في صالح السماعه ونقطه تتفوق فيها الصراحه على هايبر اكس ستينجر ممكن بفرق يعني بسيط خالص يعني حاجه كده، لكن هو فعلا تفوق للكورسير هنا على الهايبر اكس. السماعه بتيجي بماده مريحه جدا على الاير كابس، موجوده برضو على السماعه من فوق، متغطيه بماده شبه الجلد. اثناء الاستخدام فيها مريحه جدا 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 لفترات طويله، دي ما فيهاش كلام. نقدر نقول برضو انها بتنافس هايبر اكس في ناحيه الراحه، لكن انا شخصيا ما اتضايقتش من دي او ما اتضايقتش من دي. لكن السماعه على الاقل في اول اسبوعين استخدام كانت ضغطه جدا على ودني، يعني مع الوقت الهيكل بتاع السماعه المعدني بدا يفك شويه وبدا يعني يتعود على حجم الراس، لكن معظم الوقت كان ضاغط جدا على الودان، على الراس والودان لمده اول اسبوع او اول اسبوعين، فدي نقطه تخلي بالك منها. هيكل السماعه يعني هو ما بين معدني وما بين بلاستيك، البيلد كواليتي معظمها معدن في بلاستيك بس احسن من هايبر اكس ستينجر اللي كانت كلها بلاستيك. لما تحب تغير حجم الراس للسماعه فهي بتثبت على مكانها اكتر، هي عباره عن كليكات ناشفه شويه ودي حاجه حلوه مش حاجه وحشه عشان ما تتغيرش بسهوله. دي من احسن الحاجات اللي نقدر نتكلم عنها انها ما بتتغيرش اثناء الاستخدام. نيجي بقى للحاجات الرخمه اللي بتتغير اثناء الاستخدام. في على الناحيه الشمال من السماعه زرار بيقفل صوت المايك وبيفتحه، يعني عجله صغيره بتقفل بيها الصوت او بتقلب بيها الصوت وبتعليه. الرينج مثلا بتاع تغيير الصوت اللي فيها كبير عكس مثلا اللي موجود في الهايبر اكس ستينجر. لكن انت بمجرد ما بتحط السماعه على راسك او بتشيلها على راسك انت غصب عنك بتغير الصوت، لان العجله دي يعني نقدر نقول بتتحرك بسهوله، وانت كل ما هتحط ايدك على السماعه عشان تشيلها او تحطها غصب عنك صباع الابهام بتاعك هيجي عليها، فبتدي انت هتقلل الصوت كل شويه من غير ما تبقى واخد بالك خالص. عيب كبير، انا فجاه الاقي صوت السماعه واطي يفضل يعلي من الجهاز، بعد كده افتكر المشكله من السماعه مش المشكله من الجهاز عندي. فدي من احد المشاكل اللي ضايقتني جدا اثناء استخدام السماعه. الزرار بتاع قفل صوت المايك وفتحه، يعني مش بعرف هي السماعه مقفوله ولا لا. مثلا كان المفروض لما تبقى السماعه مقفوله يبقى الزرار يعني مستوي مع سطح السماعه، لكن في الحالتين هو بيبقى طالع لبره بس بمستويين، مستوى اقل معناه ان السماعه مقفوله ومستوى عادي اللي هو السماعه مفتوحه وشغاله. فبالتالي انا كنت قاعد اتكلم نص ماتش كامل مع اصحابي وبعد كده اكتشف انهم كانوا سامعيني في الاخر بعد كل ده. تالت بقى مشكله وهي المايك. المايك هنا عشان تقفله بدل مثلا ما يخش في هيكل السماعه زي ما كورشير بتعمل في الفويد برو بتاعتها، او مثلا زي ما انك تطلعه للجنب كده زي ما بيطلع في الهايبر اكس ستينجر، بدل دي ودي المايك بيتشال خالص، واللي ما عنديش مانع في كده هي حاجه حلوه، بس عشان احط المايك مكانه الميكانيزم متعب شويه، الميكانيزم رخم بياخد وقت. فالتلات نقط دول مضايقيني جدا جدا، ضايقوني جدا اثناء الاستخدام. بالنسبه لصوت المايك فهو صوت المايك كويس. مايك زي ده انت هتستخدمه غالبا في برامج زي ديسكورد او جوه لعبه او على تيم سبيك، فجوده المايك الطبيعي بتقل. انا شخصيا شايف ان جوده المايك كويسه مقارنه حتى بالهايبر اكس ستينجر، فجوده المايك كويسه لكن ما زال في بعض العيوب في المايك. بالنسبه لصوت السماعه فالدرايفرز بتقدم صوت جميل جدا. السماعه فيها بيز عالي وده شيء جميل ومعظم الناس هتحبه، مش بيس اوفر باورد مثلا لكن البيس حلو وموزون وفي نفس الوقت هو موجود، بيفيد جدا في العاب الاف بي اس وكده. الميد فريكوينسي والصوت بتاع المغنيين والفوكالز والكلام ده بطريقه ما كويس جدا، يعني بشكل انا مستغربه. مثلا زي ما كان من اكبر العيوب بالنسبه لي في هايبر اكس ستينجر ان اللو فريكوينسي بتغطي اكتر على صوت المغنيين، بتغطي سنه كده عليه، لكن في الحاله دي الميد فريكوينسي مظبوطه جدا، لا اللو فريكوينسي ولا الهاي فريكوينسي بتغطي عليها، الميد فريكوينسي واخده حقها بالكامل. الهاي فريكوينسي كويسه، ممكن مش احسن هاي فريكوينسي انا سمعتها، لكن انا دلوقتي بقارن بسماعات بضعف السعر بتاع السماعه دي مرتين ثلاثه. الهاي فريكوينسي حلو جدا برضو في السماعه دي بالنسبه للسعر،
وبتدي الديتيلز الصغيره حقها، يعني برضه مش بتاكلها باللو فريكوينسي او بالميد فريكوينسي، مش احسن هاي فريكوينسي انا سمعتها، لكن ما زالت كويسه بالقدر الكافي ان انت مش هتاخد بالك حتى الا لو انت جبت سماعتين وقارنتهم. فدي حاجه كويسه عامه ان احنا اول مره نشوف سماعه جيمنج بتقدم صوت ميوزك حلو مش متاكل بالبيز العالي على الفاضي وخلاص. دي اول مره فعلا نشوف حاجه زي دي. لكن هل السماعه دي تستاهل انها تبقى احسن سماعه في سعر $50 بالشكل ده؟ من خلال تجربتي مع هايبر سترينجر مع كلاود كور مع سماعات تانية، السماعه دي فعلا بصدق على سلسله الهايبر اكس في الميد رينج. يا ريت نشوف الفتره اللي جايه سماعات جيمنج اكتر بالشكل ده، بتقدم صوت ميوزك حلو مش متاكل بالبيز العالي على الفاضي وخلاص، وفي نفس الوقت ما زالت سماعه جيمنج فيها مايك كويس وفيها الكلام ده كله. نقطه بس صغيره كمان، السماعه انت ممكن توصلها على الموبايل على طول، بس كان عندي مشاكل عشان ما فيهوش جاك، لكن صوت السماعه كان برده كويس على الموبايلات اللي جربته عليها، والموبايل بتشغلها بسهوله مش بتشغلها بصعوبه، يعني انت مش محتاج داك خارجي عشان تشغلها عليه. وبيجي معها وصلتين صغيرين، وصله بتحول من 3.5 ملي 4 بول ل 2.5 ملي 3 بول، واحد للمايك واحد للسماعه، دي عشان يستخدم على الكمبيوتر طبعا، وبرده طبعا بيجي مع المايك اللي هو بيتغير والكلام ده. فالسماعه دي حلوه جدا من ناحيه الصوت، لكن اتمنى هنشوف مثلا نسخه محسنه من اتش اس 50، مثلا تبقى فيرجن 1.1، او هنشوف الاتش اس 60 مثلا ولا مهما كان هيسموها ايه، بتحسينات اللي احنا طالبينها، طريقه تغيير صوت احسن، طريقه قفل مايك احسن، وطريقه تغيير المايك احسن، او مثلا انك تحطه جوه السماعه والكلام ده. دي كلها حاجات هتحسن جدا من كورسير اتش اس 50. فيا رب يكون الفيديو عجبكم، لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا شير ولايك سبسكرايب، وقولي رايكم تحت في الكومنتات، الفيديو عجبكم ما عجبكمش، ايه اللي عجبكم وايه اللي مش عجبكم، ايه رايكم في السماعه، الكلام ده كله. عندكم اي اقتراحات فيديوهات او اي اسئله برضو سيبوها تحت في الكومنتات وهنجاوب عليها ان شاء الله. فيا رب يكون الفيديو عجبكم. كان معكم عبد الخالق محمد من ذا تيك كرو.